العمل على تحسين هذا الامتحان شكلا ومضمونا، واليوم هي المعالجة، لأن بموجب الامتحان تم اكتشاف بعض الثغرات وبعض الفجوات في التحصيل الدراسي لأبنائنا المنتقلين من السنة الخامسة إلى السنة من السنة الخامسة ابتدائي إلى السنة الأولى متوسط، وهذه الفجوات وهذه الاختلالات التي كانت تمر دون أن نكتشفها وكانت تشكل عائقا وتشكل إشكالا في التحصيل الدراسي وفي نتائج أبنائنا في السنوات المتتالية في التعليم المتوسط.